شاركت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي نظمته جمعية علوم وتقنية المياه في البحرين تحت شعار المياه في دول مجلس التعاون نحو استراتيجيات متكاملة خلال الفترة من 28 حتى 30 من مارس الجاري في مركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا. وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة حرص الهيئة على التفاعل والمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الخاصة بإدارة وترشيد المياه بهدف تحقيق التجانس والتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون دول الخليج العربية ومعالجة التحديات الملحة التي يواجهها هذا المورد المهم. ويأتي على رأسها خطر الشح والندرة والنضوب الناتجة عن الطلب المتزايد على المياه بفعل النمو السكاني المتسارع والتوسع الحضري وتغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة والاعتماد على تحلية البحر.